السلام عليك يا سيد المولى يا مصعب بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد المولى يا محمد الجواد ورحمة الله وبركاته. سادتي وموالي، بجاهكم عند الله أن ترفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وبحق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين وعلى آله وصحبه وكل من جاء. يا أولياء الله، وقفت ببابكم اليوم مرتجيا ومتوسلا بكم إلى الله ومستشفعا بكم إلى الله، فاشفعوا لنا عند الله، إنكم وسيلتنا إلى الله. يا سادتي، اللهم شافي كل مرض، اللهم ادفع عنا البلاء بحق محمد وآل محمد، وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر، وبحق باب المراد محمد بن جعفر ورحمة الله وبركاته.